لا ما كاين والو، حنا انا وهنا باقي ما تزوجناش، باقي ما تخطبناش، وان شاء الله الا كانت شي حاجه ما فيها عيب نقولوها. مرحبا بكم. حقيقه تفاجئنا بزاف لانه كنا جالسين مع اصدقائنا، ما بينا ما علينا ضاحكين، والفكره اصلا ما كانتش بالنا لانه فؤاد هو اللي شافنا جالسين مع اصدقائنا حمزه وامين توأم وصورنا، يعني كانت غير ضحكه. نسينا الموضوع، نعسنا، فكنا الصباح لقينا العائله كتعيط واتاتي